وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وفيها سنستضيف المصور المبدع البراء منصور. براء، مرحبا بك. أهلا فنان. الله يحييك براء. بداية نحب نتعرف من هو البراء منصور كما يحب أن يعرف. البراء منصور علي أحمد، عمري 23 سنة، طالب إدارة أعمال بجامعة تايز، مصور مثل ما أنتم عارفين. جميل، ولهذا استضفناك كمصور، فلو تحكي لنا عن موهبتك في التصوير، متى اكتشفتها ومتى بدأت؟ تقريبا من عام 2010، لكن بدأت بتلفون بسيط N73، بعدين حتى عام 2015، بعدين أخذت كاميرا وبدأت العمل بشكل رسمي من 2016 تقريبا. جميل، طيب قبل الخوض في الحوار الطويل، خلينا الآن نروح نشوف بعض من صورك وبعدها نرجع. البراء منصور يضع توقيعه على أغلب الصور، لماذا يا براء؟ إيش؟ لماذا أنت حريص على وضع توقيعك على كل الصور؟ حقوق طبيعي فقط. طيب هل هناك صور تخليت أنت بإرادتك عن توقيعك عليها؟ إذا نعم، لماذا؟ حتى الآن ما حصلش. طيب من 2010 إلى اليوم، أيهما تفضل إلى الآن؟ الصور الملتقطة بعفوية، ولا تلك اللي تجلس تخطط طولها وجلسات تصوير وكذا ومواعيد؟ لا، غالباً عفوية، أميل لتصوير حياة الشارع أكثر. وبالنسبة لك التصوير مهنة تأخذ مقابلها عائد مادي أم مجرد هواية؟ غالبا الصور المنشورة مجرد هواية، لكن في أعمال أخرى. طيب تحب الصور العفوية كما قلت، لكن النوع الصور المفضلة بالنسبة لك بورتري ولا مناظر ولا إيش؟ حياة الشارع. هل هناك صورة مفضلة لك؟ إذا في صورة فعلا مفضلة لك، إيش هي قصتها؟ صورة الطفل اللي فوق السيكل فوق دراجته بحية الجحملية. لو تعلي صوتك شوية براء. براء لو تعلي صوتك شوية عشان اسمعك. صورة الطفل اللي فوق دراجته بحية الجحملية والدمار من خلفه، هذه كأقرب صورة لي. قصتها؟ قصتها، ما هي قصتها؟ ايش؟ ما هي قصة هذه الصورة؟ قصة الطفل، كانت قصة الدراجة؟ لكن تصور لعمل هناك بين الدمار وكذا، شفت الطفل يلعب يعني، ولا كأنه في حاجة، مع أنه يبان أنه حالته المعيشية صعب، لكن لما قلت له وقف بصورك كانت ضحكة من قلبه، حاجة حلوة يعني. هو طفل بالنهاية. طيب هل شاركت بأي من صورك بمسابقات محلية أو حتى خارجية؟ يمكن مسابقة واحدة بس. هي؟ مسابقة صدى اسمها، بالأردن، من الجامعة الأردنية، تقريبا حصلت على المركز الثاني. جميل. طيب كمان قلت أنك صانع أفلام، ما هي أهم الأفلام التي شاركت في صنعها وتصويرها؟ آخرها فيلم كيرم، المشارك بمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن.
جميل. طيب معروف انه تعز مدينة محاصرة وانت عايش في تعز، لكن بالمقابل كيف تمارس شغفك بالتصوير في مدينة محاصرة وكمان فوق الحصار، يعني في ظل ظروف صعبة يمر بها البلد بشكل عام؟ والله احتك قلب كبير يعني، لانه يسأل انك تبع مين مثلا في تجديد امني ببعض المناطق، انما بالكلام اللين كل حاجة تمشي. كاتب في الفيسبوك، انت في احد البوستات حقك كاتب انه تعز هي سجننا الجميل، العبارة هذه ايش تعني لك ولماذا اخترت كلمة سجن؟ اقرب وصف اشوفه لتعز حاليا كده. هل يحب الانسان سجنه او سجانه؟ ما يحصلش. المدينة حاجة ثانية. جميل. طيب خلال ممارسة تعبير انه نحن نحب الارض هذه، لكن الحصار هو اللي خلاها سجن. فهمت. طيب خلال ممارستك للتصوير، هل حدث امامك موقف او شخص صورته ولا انتساه؟ صورته ايش؟ وما بتنساهوش؟ يا موقف صورة يا شخص. البنت الصغيرة اللي تقرا بممر. ها تفضل. ايوه البنت الصغيرة. احكي لنا قصتها. البنت الصغيرة اللي كانت، كنت مروح من الجامعة الفترة هذيك وشفتها كانت تقرا، لدرجة ان انا صورتي وانا قريب منها جدا، لكن هي منهمكة جدا بالرسم على الملزمة اللي كانت بيدها. للان اذكر ابتسامتي لما شاف الصورة، يعني كانت فرح جدا. طيب العكس، هل هناك شخص اردت تصويره بشدة او موقف اردت تصويره ولكن لم تتمكن وندمت الان على عدم تصويره؟ في كثير، بالذات لما يكون في تصوير مرضى، التصوير في مركز السرطان مثلا. هذه الامور مؤلمة يعني، للأمانة ما اقدرش وموقفش ما صورش يعني غالبا. طيب انت الان راضي عن نفسك وراضي بما وصلت له من انتشار عند الجمهور ام لا؟ الحمد لله تمام. راضي ولا لا؟ ايوه راضي الحمد لله. جميل. طيب ايش تصورك لبراء في المستقبل؟ ايش هو طموحك؟ كيف تشوف براء بعد 5 سنين؟ صانع افلام اكبر ان شاء الله. مدير اعمال بنفس الوقت. جميل. وايش تعمل عشان تكون صانع افلام الى الان؟ ايش؟ ايش اللي تعمله عشان توصل اللي تشتيه؟ التعلم، مش حاجه غيري. جميل. التعلم والعمل بنفس الوقت. البراء منصور، اشكرك جزيل الشكر، اتمنى لك كل التوفيق. جميل ان شاء الله. شكرا لك براء.